السلام عليكم متتبعين مطبخ فردوس، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كما شفتوا معايا في العنوان غادي نديرو كويز صحي بالشوفان بدون زيت ولا زبده وحتى السكر كيجي صحي صحي جدا، وخصوصا الناس اللي دايرين الريجيم وكيقلبوا على شي حاجه اللي يسدوا بها ديك الشهوه اللي كتكون عندهم شي حاجه حلوه، لان بنادم فاش كيدير الريجيم كيتشهى شي حاجه حلوه. غادي نقدم لكم هاد الكوكيز اللي تعتمدوه، يبقى عندكم في الدار وقت ما حسيتوا انكم بغيتوا تاكلوا شي حاجه حلوه كتاكلوا هاد الكوكيز. مقادير راه متوفرين في كل بيت ان شاء الله، بقاو مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الكوكيز راهم بسيطين جدا واقتصاديين. غادي نحتاجو هنايا 250 غرام ديال الشوفان كما كتشوفوا معايا، هذا هو الشوفان ما كيعرفوش، جوج بنانات الا كانوا كبار كديروا وحدة، انا هنا عندي بنان صغير درت جوج، كمية من حبيبات الشوكولا، كون النسبة ديال الكاكاو عالية وكونوا حارين ماشي العاديين باش يكون الكوكيز ديالنا صحي. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الكوكيز، غادي نحتاجو هنا بيضة وحدة، معلقة كبيرة ديال العسل الا كان طبيعي، هنا عندي ديال الليمون، الا ما كانش طبيعي كتستغناو عليه باش تحتفظوا على الوصفة ديالكم تبقى صحية. جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، غناخذ جوج معالق من هاد الكاكاو، جوج معالق كبار غادي نزيدهم على كوكيز، وتقدروا ديروا كوكيز ديالكم بيض بلا ما ديروا الكاكاو، تخليوه بيض وتستغناو على الكاكاو. ضفت هنايا كما شفتوا في الكاكاو، غادي نطرب هاد البيضه، غادي نهرسها ونطربها شويه. هنا طربت البيضة، غادي ناخد البنان حتى هو غادي نمعسو، حتى هو غادي نمعسو، غناخد البنان ديالي غادي نمعسو حتى هو بالفرشيط. هنا كيما كتشوفو هاد البنانات راهم صغار، الحجم ديالهم صغير، إلا كان داك الكبير كديرو غير وحدة. كنمعسو مزيان تيتمعس، بهاد الطريقة هادي كتنعسوه كيتنعس مزيان. وفهاد الأثناء راه كتسخنو الفران ديالكم يكون سخون من قبل. صافي هنايا ملي معست البنانة ديالي غادي نزيدها على الشوفان. صافي كنزيد هاد البيضة حتى هي، كنضربها مزيان حتى تضرب. ومعلقة العسل، ومعلقة العسل حتى هي راني زدتها، كنخلط هاد الخليط كامل حتى ينسجم. هاد البيضة غادي تجمع هاد الكوكيز كامل. أنا غادي نستعمل يدي حسن، هانتوما راه تجمع غير بيضة وحدة فقط، يكون الحجم ديالها شويه كبير ما تكونش صغيره بزاف. صافي ونزيد هنايا حبيبات الشوكولات، يكونوا حارين ما يكونوش العاديين، اللي بغات تستعمل عاديين راه كتستعملهم. صافي هنا كناخذ واحد اللاطه اللي درت ليها ورق الطبخ، كناخذ هنايا كميه من الشوفان وكنحطها بهاد الطريقة، كنحاول نشكل فيها واحد دوارة ولا كويرة بهاد الطريقة هادي. أنا نكحز الكاميرا هكا باش يبان ليكم، هنايا صافي هنايا كما شفتوا غادي ندخلهم دابا الفران 200 درجه، يكون الفران سخون من قبل العافيه الفوق والتحت حتى يطيبوا واحد 20 دقيقه، وغنتلاقى معكم من بعد ما يطيبوا. غيطيبوا هادو غادي نعمل لاطه اخرى ندخلها. صافي هو الكوكيز من بعد ما طيبته خليته 20 دقيقه في الفران 200 درجه حتى طاب وحسيت بالشوفان ديالي تحمر وتقرمش، كتخليوه حتى يبرد باش يشد راسو، راه فعلا كيجي زوين، شي حاجه صحيه
ونتمنى فعلا تعجبكم الطريقه وتعتمدوها. قلت ما حسيتو بشي حاجه ديال الرغبه تاكل شي حاجه بنينه كتاخذوا كوكيز ديال الشوفان. يلا خليتكم على خير الى الفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم.